موسم المصطفى صلى الله عليه وآله بمناسبة مولد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لعام 1441 هجرية 2019 ميلادية. وترشح لدينا في التصفيات النهائية 6 متسابقين من مرحلة الإعدادية 3 والابتدائية 3. ونبدأ مع المتسابق الأول حسين إبراهيم حبيب، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن مولانا ومقتدانا عليا أمير المؤمنين بالحق حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير
العمل. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. رب اغفر لي ولوالدي وإلى المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. رب صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مشكور يا أبو علي، جزاك الله خير. الملاحظة الأولى، طبعا الرجاء من المتسابقين أن نسمع الملاحظات علشان ما نقع فيها، تمام؟ الملاحظة الأولى، المد خطأ في كلمة أكبر، ما أقول أكبر، الله أكبر الله أكبر، تمام؟ هذه أول نقطة. مثل ما قلت لكم أنا أحكم إلى اللحون الجلية، يعني الأخطاء الواضحة. اثنين، عدم إظهار الهاء في كلمة الله، أشهد أن لا إله إلا الله، لازم تقول، أو بتصير ويش؟ بتصير ألف، واحدة من ثنتين، ألف غلط. أشهد أن لا إله إلا الله، صارت موها، هذه اثنين، وهذه غلط فيها واجد، يمكن خمسة أخطاء. أو آخر الكلمات بعد غير واضحة، لازم تصير واضحة، يمكن في النهاية حي على الفلاح قلت الأخيرة، بس حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح الأولى ما طلعت الحاء. هذه الأخطاء في اللحن الجلي سيدنا. طبعا ملاحظة واحدة فقط، هو استخدام الطبقات، لازم في استخدام الطبقات ترتفع وتنزل، يعني ما تضل على مستوى واحد تنزل شيء بسيط، لا ترتفع زيادة، جواب الجواب تجيب على الأقل، تدرج يعني، بس هاي ملاحظة في الأداء. المتسابق الثاني سيد عبد الله محمد علوي، يتفضل مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد. سيد جعفر قرب المايك، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.
أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا وأولاده المعصومين بالحق حجج الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. صلى الله على سيدنا محمد وآله الكرام الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. سيد أحمد حسن هادي. إن الله وملائكته، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر ولله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن حي على الصلاة، أشهد أن علي ولي الله، أشهد أن علي حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير،
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصل يا رب على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصلى الله على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن عليًا ولي الله، أشهد أن عليًا وأولاده المعصومين حجج الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطيبين الطاهرين. أحسنت يا سيد حسن. الآن مع سيد محمد جعفر. سيد محمد جعفر تفضل. على راحتك وابدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن عليًا وليًا، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن عليًا وليًا أشهد أن عليًا وأولاده المعصومين حجج الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الملاحظات الأداء طبعا كلها تصب في نفس الملاحظات لكم كلكم يعني تقريبا عدم استخدام طبقات الصوت، مو الكل، الأغلب يعني لازم يكون تدرج استخدام الطبقات، يعني ترتفع تنزل، ما تتم على مستوى واحد، يعني لازم ترتفع وتنزل يكون أحسن. التنغيم، انتبهوا لي هني، بس هني سادة شباب سيد أحمد انتبهوا هني. التنغيم مثلا، التنغيم لازم يكون في بعض المواضع، تختار لك مواضع تنغم فيها، مو في كل مكان تنغم، زخارف الصوتية يسمونها، عشان يكون الأداء يصير أحلى وأحلى. بس هذه يعني الملاحظات الأغلب، يعني ما في ملاحظات ثانية بحسب الموجود عندي من المعايير، والله إن شاء الله يوفقكم إن شاء الله جميعا. بالنسبة إلى صورهم بتلفونك مركز هذه، بالنسبة إلى الألحان الجلية لاحظت أن في تشابه في الألحان الموجودة، اللحن قصدي، يعني الخطأ في اللفظ، اللحن نقصده في التجويد يعني الخطأ، واللحن الجلي يعني معناته أن أنا أحول حرف إلى حرف ثاني، حركة إلى حركة ثانية، أو من حرف إلى حركة، أو من حركة إلى حرف، يعني أحول الواو يا سيد أحمد إلى ضمة، أو الضمة إلى واو، هذه يسمونه لحن جلي، وهذا غلط في الصلاة، مبطل يا سيد حسن سرع شوية. فلاحظت الأغلبية وإيش عندهم من أخطاء، كلمة أو لفظ الجلالة يا سيد أحمد الله لازم أجيب فيها اللي هو الهاء في النهاية، حي على الفلاح، حي على الصلاة، اظهرها لا تخليها معلقة، ما أقول حي على الصلاة يعني انتهيت بالألف، ما انتهيت بالهاء، لا، حي على الصلاة حي على الفلاح واضح في نهايات الكلمة. الشيء الثاني مثل ما قلنا كلمة أكبر، لا غلط، الله أكبر. الشغلة الثانية القراءة من الخيشوم سيد حسن، لا تقرأ الله أكبر الله أكبر، لا، أنت ما عندك مشكلة في الخيشوم، ما عندك تخنخن، لا، هذه خنخنة ما نبغيها، لتخنخن من الخيشوم، لا، علشان اطلع من الخنخنة. وحتى في قراءة القرآن ارفع راسك، اذا انا عندي اشوف هالمشكلة ارفع راسي، انا في الاذان اوقف ما اقعد نفس القرآن، اذا انا اخنخن الله، لا، الله اكبر الله، لاحظ طلعت الخنخنة من شو اسمه من الصوت. هذا من جانب. من جانب ثاني تقريبا يعني اغلب في خطأ في أشهد أن علي ولي الله، إضغام عضنا، أشهد أن محمد رسول الله، ما أقول محمدا رسول الله، محمد رسول الله، أدخل اللي هي التنوين في الراء، إضغام تام بدون ون، شد في الحي على الصلاة، حي على ما أقول حي على، لا، حي على الفلا، لاحظ ما أشدها بشكل مو طبيعي. هذه بالنسبة إلى الملاحظات، والله يوفقكم بعد المسابقة الآن، فست أو ما فست، كلنا طبعا إحنا بنطلع فائزين في هذه المسابقة، وفي تحكيمين طبعا بيكون إلى الأداء
الجمهور راح بعد نفس الشيء يصير لهم من عندهم جائزة بعد بينعرض هذا له التسجيل اللي سجلناه. بعد المسابقة نبغي الآن أنتون تدخلون المساجد وتأذن يا سيد محمد، واضح؟ أدخل المسجد، ما يحتاج أحد يقدمني يا سيد أحمد، أجي المسجد من وقت وأروح سيدة مباشرة منه القيم الموجود، أقول له أنا أبغى أذن، خلي يشوفك كل يوم تجي. قال لك أول يوم ما أبغى أذن، ما بخليك تأذن، ما في أحد بيقول لك ما بخليك تأذن، ما في ولا واحد، ولا واحد من القيمين أو من المؤذنين الموجودين بيقول لك لا ما أبغيك تأذن. يمكن يقول لك اليوم دور فلان بيأذن، باكر أنت تعال، كلهم يبغونكم تأذنون علشان أنه نبغي نسمع صوتكم. من تأذن إن شاء الله المسابقة القادمة تكون بعد فائز مرتين. وأفلح من يصلي على محمد وآل محمد.